اهلا بالملحن والمطرب هاني فاروق، اهلا بالمطربه الصاعده نجوان، مطربه شعبيه مش كده؟ الحمد لله. عشان كده انت جايه دقه مزيكا بالظبط، منوراني. ربنا يخليك. هذا الاول بقى بالملحن والمطرب هاني فاروق، انا عايز اعرف منك بقى سبب اتجاهك للغنى في الفتره الاخيره. انت مش ملحن؟ انا ملحن بس انا بحب الغنى قوي. ما اي ملحن بيحب الغنى؟ اه. واي ملحن بيحب يدعم؟ انا اصلا قبل ما الحن كان نفسي اغني. بس طبعا اجلت موضوع الغنى لفتره، قلت ايه يعني اكتسب خبره في التلحين وكده. انت بقالك كام سنه بتلحن؟ الحقيقي ولا النص نص؟ لا الحقيقي لموقع مبتدئ. يعني اقول مثلا 20. 20 سنه؟ اه. ليه انت عندك 50 سنه؟ انا عندي 60. اه. ايه ال 40 سنه؟ ارجع بقى للمطربه نجوان، وعايز اقول لك اغنيه ليه يا دنيا هي انتشرت او اشتهرت جامد جدا على اليوتيوب. انا عايز اعرف انت ليه ما صورتهاش؟ والله انا يعني ان شاء الله احتمال اصورها قريب، يعني في مشروع انا اصورها، بس عشان كنت داخله فيلم فبدات تصوير الفيلم تاني، ينزل الفيلم الاول بعد كده نصور دي. في ناس قالوا لك ان انت ليه يا دنيا دي شبه اغنيه بوسي يا دنيا. اه كتير. ها كتير. طب قالوا لك ان صوتك قريب منه؟ اه في ناس قالت لي كده، يعني قالت لي ان شاف صوتك في شبه من صوت بوسي. طب انت تحبي كده ولا ما تحبيش كده؟ لا انا احب يبقى ليا لون. يعني انت ليكي لونك؟ اه طبعا. طب لونك ايه؟ لوني لسه بيرسمه الاستاذ هاني فاروق بقى كده، بيعمل لنا. يعني انت عايزه تقول بيرسمه الاستاذ هاني فاروق؟ يعني الاستاذ هاني فاروق هو المنتج بتاعك؟ هو المنتج؟ لا مش المنتج، يعني هو لا 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 هو هاني، عشان انا المستشار الفني. اه مستشار فني. اه بالظبط مستشار فني. انت المنتج بتاعك. انا المنتج بتاعك. بالنسبه للالحان يعني هو لازم الملحن بيشتغل مع مؤلف معين ولا بيبقى يعني زي عامل زي كومبو كده مثلا، ولا هو مؤلف ولا لازم ولا بيشتغل مع كذا مؤلف؟ يعني مثلا كان في فتره مثلا ملاك عادل كان مرتبط بمحمد عبد المنعم. اه بالظبط. انت فهمت قصدي؟ يعني هي لسه هي بتقول لي اغنيه ليه يا دنيا عصام حجاج وتامر حجاج. اه ف... عشان اخوات يعني. عشان اخوات. احمد شريف شغال معاه على اغنيه مثلا. طب إيه انا عايز اعرف يعني. لا انا هقول لك على حاجه، مش شرط يكون مثلا شاعر واحد او ملحن واحد. تمام. يعني في ناس بتفضل كده انها تبقى انتمه مع بعضها، يبقوا عاملين دويتو مع بعض. وانا شخصيا يعني انا بالنسبه لي الموضوع عادي، انا ممكن يبقوا ثلاثه مش واحد. يعني ممكن تشتغل مع كذا مؤلف. ثلاثه اكتر من كده. ثلاثه حاجه يعني بشعه. انتوا مش متفقين قبل حاجه؟ لا 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 احنا بعض تحت عندك هنا. طيب ماشي هاني، انا عايز اعرف بقى. هاني دلوقتي انت لما تيجي تلحن اغنيه انت اللي بتقترح اسم الموزع ولا المطرب والمطربه؟ يعني المطرب او المطربه هم اللي بيقولوا لك عايزين نروح لموزع فلان؟ والله ساعات كده وساعات كده، بس انت بيبقى ليك وجهه نظر فيها؟ ليها وجهه نظر طبعا. ولا اكل العيش بيحكم يقول خلاص ماشي اللي انتوا عايزينه؟ لا 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 طبعا ليها وجهه نظر في الموزع. ليك وجهه نظر في الموزع؟ ده لازم، ده لازم. تمام. بالنسبه لشغلي انا عن نفسي يعني. ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي. عايز اقول لك ان هاني فاروق من الشخصيات اللي يعني انا لاحظت انه بيركز في كل حاجه. والله. لو في كلمه ما عجبتوش بيغيرها. لو في توزيعه ما عجبتوش بيغيرها. تمام. مش اللي هو يعني يعمل اللحن يقول لك ايه خلاص انا خدت حسابي شكرا، لا. بيفضل لحد حتى التصوير ممكن يتدخل فيه. والله ربنا يخليك. دي حاجه من الحاجات الجميله جدا. بيخاف على شغله قصدك يعني؟ يعني عايز يطلع اسمه في عمل يبقى العمل ده كله كومبليتلي. انا يمكن ابان مش همي والدنيا من بالي شايلها، ولا حاجه بتحرق دمي مطرح ما بترسى بدق الهدايس في الكل بخبط، وعايشها على طول كده بالزق متشتت ومتلخبط، ولا عمري بقول للمصلحة لا، عامل فيها بالعرف علشان ما أبانش إني ضعيف، وضربة طناش ومقضيها لكن من جوايا نضيف، بعرف أدادي وعدي كويس بس في وقت الجد كويس، وما ينفعش أبيع كده نفسي حتى ولو بقى كنت مهي، عامل فيها بالعرف. الله يا هاني الله. مكملين دقة مزيكا على راديو 90 90، معاكم عبد الفتاح مصطفى وضيوف النهارده النجمين هاني فاروق والمطربه نجوان، وسمعنا اغنيه ايه الاخبار للمطرب والملحن هاني فاروق. ايه الاخبار يا هاني؟
كله تمام الحمد لله كويس والدنيا زي الفل وفطرت واتغديت الحمد لله يعني لسه الاخبار زي الاهرام زي الجمهوريه بجنوب مصر مشكله لا 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 طب يعني بقى انا عايز اعرف منك انت لحنت اغاني كتير طبعا بس عايز اعرف المطربين بقى بالتفصيل يعني انا قلت مجموعه كده انا لحنت اول غنوه طبعا اول غنوه لحنتها دي كانت وش السعد عليا دي كانت برافو عليك برافو عليك المجد طلعت دي كانت المجد طلعت انا سمعت انها كانت داخله السباق كانت داخله معايا من قيمه 3 اسابيع كده دخلت السباق كسرت الدنيا بصراحه الحمد لله الحمد لله وعملت الحكيم احضرونا عالم دي كانت كلمات صلاح مندي صلاح مندي وعملت البوسي دلعني في حبك دلعني وعملت السلك لمس انت عملت علامات حلوه بصراحه الطرب الشعبي يعني بالزبط. ده انا كنت يعني انا كنت لسه هقول لك ايه الاغنيه اللي فرقت معاك في المشوارك الفني ده انت قلت لي 3 4 اغاني دلوقتي جامدين بصراحه اللي حصل كالاتي يا حماده هلال اللي حصل كالاتي انت هتسمعهم لنا كلهم طيب انا جون بقى انا عايز اعرف منك انت بتغني من زمان ولا انت زي ما انا قدمتك كده مطربه صاعده لا انا بغني من زمان كنت بغني في الجامعه زمان في الجامعه تمام وكنت بغني شعبي خالص اطلاقا كنت بغني ايه كنت بغني كلاسيكيات بقى وحاجات قديمه وكده تمام بعد ما نزلت الشغل يعني لقيت نفسي في الشعبي وحبيته قوي فقلت اكمل بقى فيه طيب وايه سبب تاخيرك بقى ده كله يعني انت ما غنيت في الجامعه يعني ايه سبب بقى تاخيرك ما بين الجامعه وما بين دلوقتي لغايه دقه مزيكا ومن الجامعه لغايه دقه مزيكا ايه سبب عدم ظهورك يعني كنت حابه اشتغل وما اتشهرش ما كنتش بحب الشهره خالص ما كنت بفكر فيها اصلا بفكر في البيت والاكل والعيال بقى والغسيل والغسيل والكلام ده كله وانا اقنعتها طبعا انها لازم لا مش هو اللي اقنعني انا طلعت وبعدين هو شجعني يعني هو شجعك يعني يعتبر هاني فاروق هو مستشارك الفني طبعا حاليا انا اللي اقول هو هاني بصراحه حد جميل جدا على المستوى الانساني بني ادم في منتهى الاخلاق وهو فنان جدا انا حابه ان هو اتعامل معاه اسمعوا احلى اغنيه على راديو 90 في برنامج دقي يا مزيكا مع المذيع العبقري عبد الفتاح مصطفى هاني فاروق ايه الاخبار قول لي ده انا على نار صاحي ونايم بحلم بيك يوم قريب يوم تغيب اسمعوا احدث اغنيه على راديو 90 مع المذيع المتميز عبد الفتاح مصطفى على برنامج دقي يا مزيكا نجوان ليه يا دنيا بتتعبينا ليه علينا بتقلبي ليه تملي بترازينا حس بينا والنبي